أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة مونشيت، وهي العدد الأخير في السلسلة الرمضانية التي خصصناها لتفاعلات الإسلام فكرا واحتكاكا وتدافعا مع الحداثة، مع الحضارة بشكل عام. لنختتم هذه السلسلة هذه المرة ونحن نقترب من انتهاء الشهر الفضيل، تطرقنا هذه المرة وفضلنا أن نطرق موضوعا حساسا، وهو قضية الإسلاموفوبيا أو الرهاب الإسلامي أو المخاوف المرضية من الإسلام أو معاداة الإسلام. تختلف المعاني التي تقدم لهذه الظاهرة، ولكنها تلتقي في أن الإسلام في الغرب بشكل خاص وفي فرنسا بشكل أخص يعاني من اصطدامات يدخل فيها المجتمع وتدخل فيه أيضا الجهات الرسمية والحكومية. لمناقشة فكرة معاداة الإسلام تاريخيا وحاضرا نسعد باستضافة الأستاذ كمال شكات، الذي له تجربة معتبرة ومحترمة في الاحتكاك، لأنه يقدم دروسا أيضا باللغة الفرنسية موجهة للطبقة الفرنكوفونية في الجزائر، ولكن بالأخص إلى الجالية الجزائرية في فرنسا، وأيضا أوروبيين وفرنسيين لعلهم من خلال اللغة الفرنسية يقتربون أكثر من فهم دين الإسلام والاطمئنان إليه. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم، شكرا على الدعوة. سنتحدث كما ذكرت في المقدمة عن هذه الظاهرة، ويعني لأنها ربما ليست جديدة ولكن عرفت تصاعدا وتصعيدا في المدة الأخيرة. يعني أولا إذا أمكن أن نقدم هذه الظاهرة، ظاهرة معاداة الإسلام، كيف نشأت وما هي مظاهرها الأساسية في بدايتها؟ طيب، هي أولا دعني أتحدث قليلا عن التسمية في حد ذاتها. نعم. وعن المصطلح إسلاموفوبيا، هذا معناه الخوف من الإسلام. نعم. طيب، نحن لسنا في الإسلاموفوبيا، نحن في معاداة الإسلام الآن. نعم. لست أدري، نسيت الكلمة باللغة الإغريقية، إسلاموهيترا، كراهية ومعاداة الإسلام. القضية ضاربة في القدم، يعني دورها في التاريخ. نعم. هي الظاهر أنها بدأت مع نشأة الإسلام. فمعاداة الإسلام لواء حمله كل من رأى في الإسلام خطرا. نعم. محدقا بوجوده أو بكيانه. الأمر يعني اقتسمته القوى التي كانت موجودة في عهد النبوة. نعم. في وقت كان القرآن لا زال يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالفرسي والروم وبعض الكيانات حتى العربية. نعم. مثلا الغساسنة ومن عرفوا فيما بعد بجماعة المنافقين في المدينة. نعم. وبعض قبائل اليهود ليست. نعم. كلها، لأنه للعلم
حتى لما تم إجلاء بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة بقيت علاقات مع ودية مع عدد لا يستهان به من اليهود، حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وبقيت الأمور على ذلك. بل كان يعني من اليهود من كان يتقاضى راتبا من بيت مال المسلمين، وبدأ هذا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. إذن معاداة الإسلام وكره الإسلام أمر قديم، ولعله أخذ شكلا مؤطرا مقننا بعد كونسيل ترونت في حدود القرن الثاني عشر أو الثالث عشر لميلاد المسيح عليه السلام، حيث شرعت الكنيسة فيما سيعرف فيما بعد بالاستشراق، أي بدأت قررت الكنيسة أن تدرس هذا الدين وأن تدرس تاريخه وعقيدته وجانبه التشريعي من فقه عبادات أو فقه معاملات أو حدود، وذلك قصد إبراز الإسلام كما يذكر ذلك إدوار وديع سعيد في كتابه الاستشراق، قصد إبراز الإسلام في صورة قاتمة، وقصد ضرب الإسلام من الداخل، لأن الجمع أدركوا أنه لا يمكن لأي كان أن يحارب الإسلام، وقد جرت الحروب الصليبية ولم تفلح في إركاع المسلمين. وحتى الحروب الصليبية لو عدتم إلى عدد من الدراسات التي أقامها المستشرقون في حد ذاتهم، كمثلا هاميلتون جيب وغيره، يعني حتى توماس وولكر أرنولد في كتابه The Preaching of Islam، الدعوة للإسلام، يعني أبرزوا بيّنوا أن الغرض من الحروب الصليبية ما كان دينيا محتا محضا، وإنما كان الدافع من ورائه اقتصاديا بالدرجة الأولى، كانت هناك مطامع فقط ووظف الدين، ولأن الكنيسة أيضا كانت شركة للإقطاع، للحكومة، للحكم، لأنظمة الحكم السائدة، فكان من الطبيعي أن يرافق الشيء هذا الغزو بالدين، يعني هي التي كانت تؤطر ذلك تحت غطاء الدين. فهنا دخل هذا العداء الموجه ضد الإسلام والمسلمين في طور جديد، يعني فيه شيء من التنسيق، أصبح مؤسسة بحد ذاتها، بما أننا أصبحنا نتحدث عن الاستشراق كمؤسسة فكرية علمية، ويعني لها أيضا أطرها ولها آليات كانت تسير، ولها أهداف أيضا. نعم، لها أهداف. نعم. ثم بعد ذلك بدأت الأمور أخذت شكلا آخر، يعني تطورت إلى حد بعيد. مثلا نحن نعلم أنه كانت هناك يعني نظريات، هناك منظرين عملوا لذلك، لعل يعني أقرب الدراسات إلينا مثلا نظريات ماكيندر في كتابه ليل مونت The World Island، ثم تأتي الفوضى الخلاقة لبرنارد لويس الذي عمل كثيرا لضرب الإسلام في أسسه، ثم تأتي نظرية صراع الحضارات لصامويل هوتينتون، ثم هذه نظرية صراع الحضارات وهذه البراديغما تأخذ أشكالا، مثلا هناك ما يعرف باللغة الفرنسية لسوبريماسيست كفوكوياما الرجل الأخير لدغنيغوم إلى غير ذلك من الأمور. هذا شق نتناول فيه جانب ما يعرف، ما اصطلح على تسميته بالإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام أو بمعاداة الإسلام، ولكن هناك شق آخر لا يتعلق بالجانب الديني البحث، وإنما يتعلق بعقلية الغرب. الغرب أنا عادة أنصح الناس بقراءة الميثولوجيا الإغريقية لفهم الغرب، لأن الغرب
الغرب لا زال إلى يومنا هذا حبيسا بميثولوجيا الإغريقية خرافاته. فكل شيء تجده في الميثولوجيا يمكن إسقاطه على أو إضفاؤه على سلوك السلوكات الغربية على يعني أنتروبولوجيا فيه تفسير فيه تجد علاقة بين الأمرين. نعم. فالغرب على نسق بروميتي لا يأخذ ما يأخذه إلا يعني قهرا. نعم. هكذا الغرب. نعم. يعني يفتك يعني. يفتك لا. نعم. لا يأخذ إنما يفتك. وزيد عندهم. نعم. يعني كراهية الآخر ثقافة فلسفة. نعم. يتعاطاها الغرب أو ربما سبب وجود أيضا هو لأنه لابد يخلق عدو ليثبت هويته. حين نتحدث عن الإسلاموفوبيا قبل الإسلاموفوبيا هناك دراسة هناك مثلا أعطيك مثال على بلد قبل سنة 1980 كان هو زيمبابوي كان اسمها روديزيا. نعم. روديزيا. نعم. بعد سنة 1980 لما استقلت زيمبابوي. نعم. يعني أخذت اسما آخر يعني تستمده من تراثها. هناك. نعم. هناك يعني منطقة في زيمبابوي منطقة أثرية فيها تحفة معمارية كان اسمها لا غراند زيمبابوي زيمبابوي الكبرى. ويعني هناك علماء أثريون يعني درسوا الموقع وحاولوا أن يعرف من كان وراء هذا البناء الضخم إلى غير ذلك من الأمور. فجاء أحد اليهود الألمان يديش هذا كارل ماوخ وهو عالم آثار قال الذين بنوا هذه التحفة هذه المدينة هذه هم يهود. طيب كيف وصل اليهود إلى هناك علما بأن اليهود قوم هما سيدي باستور نوماد يعني رعاة يتنقلون يعني. نعم. حسب الفرص التي تتاح لهم. نعم. من مراعي رعاة ورحل. نعم. إيه رحل كيف وصلوا إلى هناك علما بأن اليهود قوم قهرهم غيرهم يعني كانوا مضطهدين اضطهاد يعني له أيضا أسبابه. فيعني الرجل يعني بمنتهى السخافة قال والوقاحة يعني وصل إلى حد الوقاحة. نعم. قال يعني هو في باللغة الفرنسية في الدراسة عنوانها لو راسيزم أركيولوجيك. شوف سبحان الله يعني العنصرية الأثرية يعني ترجمه بطريقة بسيطة. قال أنا يعني لما درست كل ما هو خشب يعني من أبواب وأطر لنوافذ إلى غير ذلك شممت رائحة الخشب فتبين لي أنه من شجرة أرز لبنان. قال moi j'avais mon crayon qui était fait à partir du cèdre du Liban. عندي يعني قلم رصاص مصنوع من نفس الخشب. قال يستنتج من ذلك أن اليهود هم الذين أتوا وأن لليهود أن يخرجوا يعني لا يعلم لهم في التاريخ خروج أو ذهاب إلى مناطق بعيدة. يعني حتى التجارة ما كانوا قوما يتاجرون. فجاءت بعد ذلك عالمة آثار اسمها جيرتريد كيتن تامسون هذه وبيّنت بأن الذين بنوا هذه التحفة اللي اسمها لا غراند زيمبابوي هم سود رجال سود ولكن الأمر لم يرق للغرب عقلية الغرب. نعم. لا تستسيغ هذا العام. فجيرتريد كيتون تومسون يعني أصبحت من الغابرين ويعني وعطاوا الأهمية لهذه نظرية كارل ماوخ على لأنها يعني لأن اللوبي الصهيوني يعني كان بدأ يستقوي في تلك الفترة. هذا جانب من العقلية الغربية. الآن لعلمك طيب لنعود إلى المستشرقين. نعم. يعني المستشرقين هل كانوا يهتمون بالنص الديني لتفكيكه وتحليله ومحاولة تأويله بغرض معين أم كانوا يهتمون بالتاريخ الإسلامي منذ البعثة إلى يومنا
أم كانوا يهتمون بأشياء أخرى ربما لإبراز تناقضات ما يسمى بتناقضات في الإسلام؟ شوف، هو المعلومة أنه لما أخذ الاستشراق، يعني لما تطور الاستشراق، تطور في زمن كان العالم فيه، أو خاصة مجال العلوم، يتحدث فيه باللغة العربية. يعني كانت العربية في مستوى اللغة الإنجليزية في أيامها. نعم، هذا أمر لابد أن يضعه مهم جدا في المعادة. فهؤلاء الناس لما دخلوا يعني في طور أكاديمي، يعني استشراق أكاديمي بحت، كبار المستشرقين يعني كما جولدسيهر وغيره، يعني وجدوا أنفسهم أمام حقائق لم يكن من السهل للواحد منهم أن يطمسها كما هو الأمر حاليا. يعني الآن أمره لا سهل، ظاهر أنه بفعل المسلمين، يعني ابتعادنا عن تعاليمنا يعني سهل المهمة، يسر المهمة. فكثير من هؤلاء دخل في مجال الاستشراق لضرب الإسلام، فوجد نفسه يعني منبهرا بما قدمه المسلمون. لعلمك، العقيدة الكاثوليكية في أيام توما الأكويني، سان توما داكان، يعني انتفعت كثيرا بمقررات ابن سينا والفارابي، وأيضا ميراث علم الكلام أيضا. نعم. لا تيولوجي مسلمان، يعني نعم. يعني حتى أنه نشأ النقاش مع المعتزلة وغير ذلك، نشأ نعم. في وسط في الأوساط الكاثوليكية نشأ ما يعرف، ما سيعرف فيما بعد بلا تيولوجي، يعني علم الكلام. نعم. كثير منهم يعني بدأ يعني بشيء من المعاداة، فانقلب إلى مدافع عن الإسلام والمسلمين وعن حضارة الإسلام. وكثير منهم هذا الأمر يعني حتى في التاريخ، يعني من غير ما عندوش سابقة، مثلا التتار أو المغول لما هاجموا على غزو الإسلام والمسلمين فانقلبوا مسلمين، ثم راحوا في بلاد السند وغيرها ونشروا يعني يفتحون وينشرون الإسلام. وينشرون نعم. الإسلام الأصل التركي، يعني الديلم أيضا يحتكوا بالإسلام كأعداء، ثم أصبحوا مسلمين وجاء نعم. بعد ذلك العثمانيون. فهو هذا هو الشيء الذي حدث في التاريخ. يعني الدراسات الاستشراقية أنتجت عددا لا يستهان به من كبار المفكرين، يعني دافعوا ونافحوا عن الحضارة الإسلامية، حتى عن الإسلام وتعاليمه. والظاهر أنه الذين بقوا على عدائهم التقليدي يعني حاولوا قدر الإمكان أن يشوهوا ما أمكن تشويهه، فعملوا على النصوص، عملوا على تزييف التاريخ، عملوا أيضا في دوائر استخباراتية كانت سواء بريطانية أو غيرها، يعني لإنشاء قلاقل وفتن وحروب. نعم. يعني مثلا أحد كبار المستشرقين البريطانيين هنري بالمر، الذي كانت له ترجمة للقرآن الكريم في سنة 1881، يعني قتل في أرض الحجاز لأنه كان يعني جاسوسا لفائدة البريطانيين. هناك أيضا من رجال الدين من عمل هذا العمل مع لا سوسيتي دي زاند وغيرها، مثلا كانت يعني في سنة 1845 أجريت أول مناظرة بين عالم مسيحي وعالم مسلم في آكرا في الهند. الجانب المسيحي كان ممثلا من قبل كارل غوتليب فاندر، كان يعني هذا ستان إيفانجيليست، كان من الذين الإنجيليين الذين يدعون إلى دعوة المسيح عليه السلام على حد زعمهم.
والذي واجهه من المسلمين هو الشيخ رحمة الإمام رحمة الله الهندي رحمة الله عليه، الذي أطر الرجل الشخصية التي أطرت كثيرا في أحمد ديدات رحمة الله عليه. وفي أثناء المناظرة قام كارل غوتليب فاندر ويعني غادر المكان، يعني ما كانت له يعني من المادة العلمية ما يستطيع أن يقاوم به لا شيء، يعني برهان وأدلة ما كان عنده حاجة يعني. فغادر المكان وانعزل وشرع في كتابه الموسوم ب The Balance of Truth، الميزان الحق. وفي هذا الكتاب يعني وظف بعض الآيات الكريمة التي حاول من خلالها أن يبث الشكوك في عقل يعني كان مهتم بالنص، يعني بالنص هذا اهتم بالنص كثيرا. والذي أعانه على ذلك هو كارل موير، وكان من الإنجيليين البريطانيين. يعني هذا يعني من الجانب الديني، يعني ظهر أناس حاولوا أن يستثمروا في النص القرآني وفي بعض الأحاديث، يعني استعملوا بعض الشبه، يعني منهم من عاد إلى، وهذا أيضا الأمر قديم يعني لعلمكم، جون داماسان أو جون دو داماس يوحنا الدمشقي كان أول رجال الكنيسة الذين يعني أنشأوا فتنة أو خلقوا فتنة في أوساط المسلمين، عرفت فيما بعد بقضية خلق القرآن. هذا الرجل كان يبعث المسيحيين يقول لهم إذا التقيتم بالمسلمين أو إذا التقى منكم الواحد بمسلم فليسأله المسيح عليه السلام هو يعني كلمة الله ألقاها إلى مريم، هذا معروف في القرآن. كلمته ألقاها إلى مريم. طيب هل كلام الله هذا قديم أم حديث؟ أي هل كلام الله، وهذا الجدل الذي كان في عهد المأمون يعني بين المعتزلة وأحمد بن حنبل. نعم بدأ يعني توقف عندما جاء المتوكل. فيعني إذا هو يعني قل ما شئت، يعني سواء قلت أنه قديم أم حديث يعني أنت في مأزق. لو قلت أن هذا الكلام أن كلام الله قديم، أي هو جزء من ذات الإله، فهذا معناه أو يستلزم أن المسيح يعني شخصية فيها روح إلهية يعني. وإن قلت أن لا هذا حديث، فهذا معناه أن إما أن يكون الله بدأ ولم يكن له كلام، وهذا غير معقول، أو أن يكون كلام الله تبارك وتعالى المتمثل في القرآن يعني شيء قد يعتريه النقص وقد يعتريه يعني شيء من النسبية. نعم من النسبية يعني من الجانب العلمي. يعني نشأت أزمة في يعني من فكت إلا بعد أن يعني ذهبت جراءها العديد يعني من الضحايا. نعم أحمد بن نوح صاحب أو البويطي صاحب الإمام الشافعي عدل فيها. طيب أستاذ، يعني تحدثنا كثيرا عن المستشرقين وعن هذا الصراع بين المسيحية والإسلام، يعني أنت قدمت إلى حد الآن معاداة الإسلام على أن مصدرها الكنيسة بالدرجة الأولى، واليهود بدرجة ربما أقل يعني من الكنيسة. هم الذين يعني اليهود في بداية الأمر لما بدأ الأمر هذا الأمر، يعني اليهود كانوا في حالة ضعف واضطهاد. نعم. ولكن اليوم أستاذ شكات نلاحظ أن الذي يتولى كبر هذه الصراع هذا هو العلمانية نفسها، يعني الأكية في فرنسا بالدرجة الأولى، وكل يعني هذا ما يسمى بفكر التنوير والحداثة وغير ذلك هي التي تتصدى الآن للإسلام لأسباب مذكورة. يذكرون أسباب أن هناك الآن الإسلام في أزمة عالمية وينقل إلينا أزمته، وأن الإسلام شيع وأحزاب وفرق وملل ونحل تتصارع بينها وتنتج إرهابا تصدره إلينا
ماكرون في هذه الأيام ومنذ أكثر من سنة يعني مسك الثورة من قرنيه وحاول ويحاول أن يبرز أو يظهر على أنه أكبر بطل في معاداة ما يسمى الانفصالية الإسلامية. نعم الله، يعني هذا المصطلح سئلت عنه حتى في بعض القنوات الفرنسية إلى حد أو الانعزالية الفرنسية. هذا الرجل يطلب من المسلمين أن يحدثوا في أنفسهم شيئا يشبه الانفصام في الشخصية، هذا يعني غير معقول. المهم أنه في أيامنا هذه يعني صح يعني أخذت الأمور يعني تطورات خطيرة للغاية، من حيث أنه يعني أصبحت هناك أمور لا مبرر لها في هذه يعني الحرب. يعني انتقلنا من الخوف من الإسلام، إسلاموفوبيا، إلى كراهية الإسلام، لا هين دو مسلمان. ثم بدأت الأمور تأخذ أشكالا أخرى. يعني مررنا ببعض الدراسات دائما في المجال الاستشراقي إلى ما عرفه بعضهم بالإسلاموفوبي سافونت. ما معنى هذا؟ يعني مثلا الإسلاموفوبيا العالمة، العالمة أو المتبصرة العلمية، أو العلمية. ربما نعم ذات الخلفية العلمية. جاء واحد اسمه سيلفان غوغنهايم، كتب كتابا تحت عنوان أرسطو طومان سان ميشيل، وقال فيه دون دليل، دون ذكر أي دليل، قال يعني هناك رجل وراهب أو قسيس كان يعيش في فلومان سان ميشيل، وهو الذي يعني أوصل كل تراث العلمي للفلاسفة الإغريق إلى أوروبا. مع أن كل الدراسات بيّنت بأنه لولا جهود المسلمين لما سمع الأوروبيون في يعني هذا الزمن بأرسطو أو غيره. نعم هم الجسر يعني جسر. فالرجل رد عليه متخصصون في الفلسفة، في علم الفلسفة، تقريبا 15 أستاذ في كتاب تحت عنوان لزغاب لغريك نو، وسموا ما قام به بالإسلاموفوبي سافونت. ثم بعد ذلك دخلنا في تطور آخر مع كتاب مثلا الكتب الثلاث التي كتبتها التونسية هالة وردي، التي قدموها لنا على أنها باحثة، والمرأة يعني ما عندهاش حتى إصدار واحد قبل هذا الكتاب. Les derniers jours du prophète, les calismodi وغيره. يعني نسيج من الأكاذيب أخذت حتى على بعض كتب الشيعة التي لا يعترف بها في النجف مثلا. يعني أكاذيب هكذا. وحتى يعني أخذت من صحيح البخاري وأخذت يعني. ما أخذته من صحيح البخاري أولته على حد يعني على حسب ما كانت تصبو إليه من بث الشكوك وخلق الفتن. فدخلنا أيضا، رحنا من الإسلاموفوبيا العلمية إلى الدعارة الدينية. يعني أصبح هناك الناس إحنا نسميهم لزغب دو سيرفيس، أناس يعني وظفهم الغرب، يعني الآن يضرب الإسلام أناس من بني جلدته، أناس يقولون نحن مسلمون. فدخلنا في هذا النمط. الآن المشكل الذي نجد أنفسنا فيه هو أنه أولا لليهود يدهم في هذا العمل، يعني ولهم يعني عمل قديم. شوف احنا المشكل الآن، حتى لو تحدثنا عن مبررات كراهية الإسلام والمسلمين، قضية الإرهاب والجماعات الإرهابية وغيرها والطوائف، احنا دعنا نتحدث فقط عن الشق الأمني للإرهاب. أنا أعمل أساسا في هذا المجال. كثير من الذين يتعاطون هذه المواضيع حين يتحدثون مثلا عن التكفير، تجد الواحد منهم يتكلم عن يجعل جملة من الإسقاطات أو يسقط الأمر على الخوارج، قلت هؤلاء الخوارج. بيد أن الخوارج فرقة في لها من ضلالاتها ما لها، ولكن يعني لها فقهها، لها عقيدتها، ولها أيضا جوانب معتدلة، كائن فيها أمور.
الآن يعني دخلنا إحنا حين نتحدث نحن على مستوى رابطة علماء الساحل ومكتب الجزائر خاصة، نعم، الدراسات التي نقوم بها في إطار جماعي مع جملة من الأخصائيين في مجالات أخرى كعلم النفس، التي توصلنا إليها أننا لسنا في مثلا في تكفير، لما ندرس ظاهرة داعش لسنا في ذلك التكفير الذي عرف عند الخوارج، وإنما نحن في تكفير اصطلح على تسميته بعضهم بالتكفير الملحمي، أن اكسكوميونيكاسيون ميسيانيك، يعني أناس شباب يعيشون في أزمات نفسية، جاءت القضية السورية فأبرزت لهم كل جوانب أو كل أشراط الساعة، يعني سوريا هناك سينزل المسيح هناك، يعني في أنون دكتورين قام به واحد اسمه عمر أونسان، ولا ندري من أين أتى هذا الرجل، وكان العمل أساسا في فرنسا وبريطانيا، ولما بدأ هؤلاء الناس يذهبون ودخلت قضية لا هجرة في يعني عجيب الهجرة والذهاب إلى غير ذلك، ومست حتى أوروبا وكان نعم مواطنين أوروبيين من أصول مغاربية بالدرجة الأولى، ولكن هناك من هو من جذور أوروبية نعم. فهؤلاء الشباب أتذكر أنهم لما بدأت البعثات الأولى، دعني أسميها هكذا لأنها بعثات هي في الحقيقة، كان الإعلام الغربي يطبل ويصفق لهم، نعم زديرو هيروز، نعم روحوا أبطال، ثم أدرك الغرب أن هناك عودة لهؤلاء، والمشكل أن الغرب عمل على تسليحهم وتدريبهم هؤلاء الناس. نعلم أنه الذين كانوا يدربون هم بعض الفصائل، يعيطوا لهم هما سي لي سوسيتي دو سورتي دو سيكوريتي لي سوسيتي سيكريت، اصلا المنبثقه والمنحدره من لي شيفاليي دو لورد دو مالت كيما لي بلاك ووترز غيرهم، حتى لي اس تاع بريطانيا كانوا يدربون في الاردن وكانوا يدخلوا من الحدود السوريه الى غير ذلك. هؤلاء الناس يعني كان يعني دربوا هناك على الفنون القتالية وعلى الحرب وحرب عصابات إلى غير ذلك، ثم لما بدأ السحر ينقلب على الساحل دخلنا في نمط آخر. هؤلاء الناس ولو يسميهم Foreign Fighters بالنسبة لمن؟ لسوريا أو لأوروبا؟ إحنا لا علاقة لنا بهؤلاء، ولكن حتى هذه الظاهرة لما ندرسها يعني بدقة لا هي أيضا تضرب جذورها في التاريخ. نحن هؤلاء الجماعات التي كانت سببا في نشأة هذه الإسلاموفوبيا هي في الحقيقة أمر دبر بليل. هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب، هذه الجماعات الإجرامية بالدرجة الأولى انشئت لتبرر المعاداة للإسلام. نعم هي احنا نعيطولهم لي غروب دو لابوراتوار، يعني جماعات مخبرية انشئت في مخابر. نعم. وحتى الإسلام الذي تتعاطاه داعش وأخواتها هل هو إسلام يستمد روحه من نصوص القرآن؟ أم أنه إسلام، أنا الحمد لله يعني في تكويني والله في بعض الأحيان حتى يعني معرفتي لكتب النصارى تفوق ما درسه قساوستهم، يعني أقولها بأريحية تامة، ودرست اليهودية ودرست الكتب الهندية القديمة، يعني حتى الفيديزم، يعني الأوبانيشاد، باغافات جيتا، فيداس، بوراناس إلى غير ذلك. فالظاهر من خلال ما نراه من فعل هذه الجماعات، يعني أناس يقتلون المسلمين، يزنون والعياذ أكرمكم الله، يشربون الخمور، يتعاطون يعني كل ما حرمه الله، ويستفتون في ذلك يعني علماءهم، تصيبوا في منطقة الساحل يعني ما يمرش جرام، دعني أقولها بالدارجة، ما يجوزش جرام تاع القنب الهندي تاع الزبلة إلا ويدي فيها 10%، هادو اللي تصيبهم الليحة والأكبر والجهاد ويبررون ذلك بفتاوي يعني الحيل الفقهية وما شابه ذلك.
فقلت لك حتى النظريات كما ما جاء به المقدسي إدارة التوحش وغير ذلك، هل هذه يعني أنا لما أدرس هذه الأمور أحاول أن أجد لها أصلا في كتاب الله فلا أجد لها أصلا، وإنما أجد لها أصلا في التلمود والعهد القديم؟ هذا هو المشكل. إحنا اليوم كل الدوائر الإعلامية الغربية تتحدث عن العنف الموجود في نصوص القرآن، هل درستم كتبكم؟ هل درستم تاريخكم؟ يعني أنت لما تشوف مثلا هذا لغاك لا بابيلون في كتب في كتاب المزامير que leur femme نعطيها لك باللغة الفرنسية بشوية واحد يقول أنا ما قريتهاش que leur maison soit démolie sur leur tête que leurs enfants soient piétinés sur leur sous leurs pieds et que leur femme soit violée. هذا واش يقول الكتاب المقدس يدعو الى اغتصاب شوف يعني الكتاب الى هدم المنازل والى نعم الكتاب المقدس يبيح لليهود ومن على شاكلتهم يعني في افضل الاحوال اذا انت دخلت منطقه اما ان يقتل اعداؤك واما ان يدخلوا في نظام الرق هذا هو والله المفروض انه ليترنال الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحدث الان لما نشوفوا ايضا اذا افهم من كلامك يعني لنختصر ونلخص الكلام يعني هو ان فيه فخ يعني نوعا ما فيه استدراج التراث الاسلامي الى ان يعني يستقي عند بعض الجماعات من الأصول التلمودية والقديمة ثم يرمى الإسلام بتهمة التطرف وغير ذلك وهو منه براء يعني شوف هذا العمل لكن الآن يعني يا أستاذ يعني نتقدم قليلا في النقاش يعني ولا يبقى نقاشنا يعني على مستوى التاريخ وعلى مستوى النظري فقط وإنما ذكرت لك منذ قليل يعني ما يحدث في فرنسا بالدرجة الأولى والفكرة ولو أن فيها خلفيات سياسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في فرنسا وغير ذلك ولكن لها تأثيرها على يعني أولا فيه صراع فرنسي تركي يعني على النفوذ وغير ذلك في كثير من يعني البلدان ثم أن أيضا هناك يعني استهداف لجوانب معينة من الإسلام لكي يتفادى كما رأينا مع الرئيس الفرنسي ماكرون لما يتحدث عن أنه لا يعادي الإسلام وإنما الإسلام في فرنسا له كل الحرية الدينية وغير ذلك ولكن يعادي الجماعات التي تتكون وتمول من الخارج من طرف العربية السعودية ومن تركيا وبلدان أخرى وأن هذه الكومينوتاريزم يعني يهدد الجمهورية يعني يعطيها قالب سياسي يعني أكثر مما هو صراع ديني تاريخي كما ذكرت بالنسبة للمستشرقين وبالنسبة لا. هو شوف هنا هي فعلاً هذا الصراع يعني يوظف توظيفا سياسيا ايضا نعم سياسي بشكل قد يقبله الكثير من الناس يعني تقدم او توضع على الطاوله جمله من المبررات لمحاربه الدين او محاربه التطرف والشق الذي يريد او يهدد كيان الجمهورية الفرنسية او ما يعرف عنده باللائكية حتى كلمة لائكية في ايامنا هذه ما اصبحت لائكية بمفهومها التقليدي وانما لكن اللائكية يعني الفرنسية معروفة بانها اشرس إيه نعم انواع اللائكية يعني اكثر تطرفا هو الامر هو المشكل انه اللائكية في فرنسا في ايامنا هذه أصبحت هذه الكلمة مرادفة لكلمة الإلحاد يعني كاين ديريف سيمانتيك لا لايسيزم او لا لايسيتي سي ديفوني ان سينونيم دو لاتيزم يعني هذا مفهوم احنا الذي نريد او نعول عليه خطر الان ما تنساش يعني في حدود شهر مثلا جويليا سيجد المسلمون في فرنسا أنفسهم في شيء من الحرج بحيث أنه من حيث أنه
مثلا بحجة احترام روح الحيوان تم يعني سيمنع المسلمون من ذبح الأضاحي من ذبح الدجاج. نعم فهمت. الـ الـ يعني الـ الـ السوق حاليا سوق الدجاج الحلال لحوم الدجاج اللحوم البيضاء حلال سيتقلص بنسبة 90%، الشيء الذي سيضع المسلمين في شيء من الحرج. نعم. يعني شوف هذا دليل على أنه كل الأمور سواء كانت هينة أو عظيمة الشأن يعني توظف أو يقرأ لها ألف حساب لوضع المسلمين في الحرج. نعم. فهمت. هذا يعني أيضا فيما يخص الحجاب والنقاب كل شيء كل شيء. المدرسة اللائكية التي تمنع اللباس الديني. المشكل أن هؤلاء الناس، إحنا لو أخذت فرنسا بالذات، يعني فرنسا تقول عندها انفصام في الشخصية، يعني فرنسا تحارب الحجاب في بلدها وتحارب من يحارب مثلا لاميليجوب في البلاد الإسلامية، يعني أمر عجيب يعني. وعندها طريقة تقدم بها الأمور يسميها في البعض العلماء النفسي يقول لك سي يعني une argumentation par l'absurde. ما نقدرش نترجم لك يعني. نعم. لأنه مصطلح علمي. فالآن احنا الشيء اللي رانا معولين عليه هو أن يتحلى المسلمون بشيء من الذكاء في التعاطي مع هذه الأمور. نعم. أنتم تعلمون أنكم مستهدفون وتعلمون أنه يتربص بكم وأن هناك من الدوائر من تقضي الليالي وتعمل في الحوالك السوداء لتنصب لكم الفخة. لكن بالنسبة ذكرت الذكاء التعامل الذكي، مثلا ما رأيك في ما يقوم به بعض المفكرين أو الدارسين مثل صهيب بن الشيخ وغيرهم، يعني محاولين أن يقدموا إسلاما فرنسيا؟ نعم. هذا شوف يعني والله هو هذا الجانب هذا يعني فيه ما هو مقبول إلى حد ما وفيه يعني أيضا ما هو يعني معاب عليه، يعني غير مقبول. نعم. هو المشكل مع هؤلاء مثلا احنا لما نتحدث عن الحدود في الإسلام، نعم، 13 آية من ضمن 6232 آية، 13 آية تتحدث مثلا عن قطع الأيدي. احنا قطع الأيدي احنا لما في احدى مع احدى الصحفيات قالت يعني لا لوا دو ديو ايتال سوبيريور على لوا دو لا ريبوبليك، وي الي سوبيريور على لوا دو لا ريبوبليك، هي اعلى واقوى من حيث انها يعني تسعى الى 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 انشاء او توطيد روح العداله، ومن هذا الباب احنا قطع الايدي يعني حكم علقه سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. لماذا؟ لان الظروف لم تكن ظروف المجاعه لذلك. نحن الان نعيش في زمان لا يمكن فيه يعني بشكل من الاشكال ان نفكر في نظام الحدود هذا في وقتنا هذا، يعني نعم. غير معقول، غير معقول. انت بلداننا يعني ما فيها اقتصاد قوي، ما فيها عدالة أصلا اجتماعية. نعم. ما فيها عدالة يعني حتى يعني للأسف الشديد يعني المنظومة القانونية ضعيفة جدا، المنظومة التربوية ضعيفة جدا، وحتى الاستقرار السياسي غير موجود. نعم. أن لك أن تطبق الحدود على الناس. نعم. في هذا. نعم. يعني أنا أرى أن هذا الأمر مستبعد إلى قيام الساعة. ممكن يعني حتى لو جاء سيدنا عيسى عليه السلام يعني يوم يعود قالت النصوص يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن بلك راح يعاود يرجع هذا. ولكن يعني أنا كمسلم وأنا يعني أنا أرى في هذه الأحكام أنها أحكام تتماشى مع طبيعة الإنسان. يعني لما ندرسها بدراسة موضوعية بحتة يعني بغض النظر عن الدين أو عن انتمائي، ولكن يعني غير معقول أننا الآن لما نتحدث عن الشريعة يعني يجيوك هذا السدج. الشريعة عندهم هي قطع الأيد وجلد الزاني وغير ذلك. نعم. الشريعة في الحقيقة لا، الشريعة شريعة الله تسعى
إلى تحقيق 5 مقاصد هي الدفاع عن الدين، والحفاظ عن النفس، والحفاظ عن العقل أو على العقل، والحفاظ على العرض، والحفاظ على الملكية الخاصة. هذه هي الشريعة، وأنا لو لخصت هذه المقاصد 5 ممكن أن ألخصها في 2 الشريعة تسعى إلى تحقيق العدل والحرية. الحرية يعني التي يكون صاحبها مسؤولا أمام المجتمع، الحرية التي تتوقف عند حرية الآخرين، ولأن يعني الإيمان أولا اختيار قبل كل شيء. نقول الحفاظ عن الدين أو على الدين يندرج في هذا المقصد بند مهم عنوانه لا إكراه في الدين. جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابناني يريدان أن يسافرا مع تجار من بلاد الشام ودخلوا في المسيحية، أولا أكرههم على الإسلام؟ قال لا تفعل. لما أجلي بنو النضير نعلم أن العرب الذين يعني كانت عندهم مشاكل يعني في الإنجاب، كان الواحد منهم يقوم بندر أو يندر أنه لو يرزق بولد ولدا لأعطاه لليهود، وكان ذلك كانوا يفعلون في المدينة. فلما أجلي اليهود أجلي بنو النضير، يعني قال بعض المدنيين أو أهل سكان المدينة الأصليون الذين يعني أصبح لديهم وعي ديني حاولوا استرجاع أبنائهم الذين تربوا في أو ترعرعوا في اليهودية، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان من شأنه أن يؤذي هؤلاء الأبناء وأن يخلق فتنة. طيف نشأ في اليهودية ثم أنت تنتزعه وتجتثه من مجتمع أصبح مجتمعه لتذهب به إلى مجتمع آخر بدين آخر. إحنا لما يعني لما نتكلم عن الشريعة لا نتكلم عن الحدود، ما رناش في زمان. طيب ولكن يعني اسمح لي باش نعاودوا نرجعوا للمسلمين في حد ذاته، لأننا طرف في هذه المعادلة. طيب ناخذها يعني كمعادلة. احنا يعني ما الذي يمنعنا من أن نتعاطى مع هذه الأمور بشيء من المرونة، من الذكاء، من الذكاء؟ يعني كيف مثلا وين راهي الأولويات؟ أين الأولويات؟ يعني عندنا رصيد فقهي تشريعي يعني شوف يسمح بالكثير من الأمور. أنا نعطيك قاعدة الآن، ليس العاقل من يفرق بين الحق والباطل إنما العاقل الذي يختار أخف الضررين وأهون الشرين. كنت في إحدى المحاضرات في باريس. هذا حديث نبوي؟ لا، هذه قاعدة. فقهية. قاعدة فقهية جزئية يعني ما رناش في القواعد الكبرى 5. قال واحد قالك إحنا بك الآن بناتنا يمنعوا لهم الحجاب، وإحنا طيب يمنعوا لها الحجاب صحيح، نحن نختار أخف الضررين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من المواضيع والمواقع. طفلة لما تصل إلى المدرسة تنزع خمارها، وحين تخرج من المدرسة ترتديها. أنا عندي تعليم لضرورة أحكام، تعليم والضرورات يعني تبيح المحظورات، الضرورات يبيحن المحظورات، وتنزل منزلة الحاجات وتقدر بقدرها فيها أمور. البنت تعليم البنت أهم بكثير من وضع خمار على رأسها. يعني إذا عرفنا أن هذا الخمار سينزع لمدة ساعات فقط في اليوم، ومعروف أنه بعد مثلا المتوسط والثانوي هي لما تروح للجامعة سيجوز لها ويحكو لها قانونا أن ترتدي الخمار في سن الرشد. الناس وش داروا؟ منعوا بناتهم من المدرسة. وإحنا سبحان الله كما قال، وهذا أعطى لي ماكرون فرصة ليقول بأن هناك عزل للبنات عن المدرسة الفرنسية اللايكية، مع أنه عندكم نصوص وعندكم علماء تكلموا في هذا الأمر. يعني لما هذه الاختيارات هذه؟ ولكن هذه الاختيارات أستاذ أيضا تابعة لما يسمى
اصطلاحا او كذا الاسلام السياسي، فيه ايضا خلفيات سياسيه، فيه خلفيات يعني نعرف في العالم الاسلامي التيار الوهابي وتيار الاخوان المسلمين هم اللي مسيطرين الان في على الجماعات الاسلاميه الكثيره موجوده الكوميونيتي مسلمان يعني الموجوده في 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 فرنسا وفي الغرب بشكل عام، يعني فيه تمويل، فيه محاوله خلق جيتوهات يعني اسلاميه. هذا ايضا هو صح، المسؤولين السياسيين في البلدان الاسلاميه لهم مسؤوليه في ذلك. هو احنا الجانب الديني مثلا في فرنسا هناك صراع بين الجزائر والمغرب، حرب مساجد. نعم. الان زاد تدخل فيه العنصر التركي. نعم. حتى في بعض البلدان الافريقيه يعني حين المسافر يعني انت في تقريبا في وسط الادغال تجد تحفه معماريه يعني بقيمه مليون دولار، تقول انت السكان انتم هنا ما عندكمش بئر تستقون منه ماء الشرب تبنون هذا، يقول لك لا ما سي با نو كي افون كونسوي سي سانتيان. طيب هذا منذ 10 سنوات، الان تجد التحفه المعماريه التي تمثل الوهابيه، ومن بعد على بعد كيلومترين تجد ايضا مركز للشيعة، والان زادوا دخلوا الاتراك في المعامله كاخوان يعني اخوان المسلمين نوعا ما هم الاخوان وايضا عناصر اخرى، فهمتني؟ فاحنا صح هذا الشيء هذا واقع، ولكن يعني المسلمون هناك اليست لكم عقول تزينون بها الامور؟ يعني صح أنا عندي عائلة ومطالب بأن يعني أربي أبنائي أحسن تربيتهم وبأن أكونهم إلى غير ذلك، وعندي نصوص يعني الآن ما، ولكن هناك مرجعية فقهية مختلفة ومتضاربة أيضا يا أستاذ. لازم نشوف إذا هنا يعني الذي كنت أنصح به حتى على المستوى الرسمي، دعوا المسلمين يعيشون تدينهم كما يشاءون، لا تتدخلوا. احنا المشكل انه على مستوى السفارات هناك حتى السفير الذي ياتي من الجزائر او من المغرب حين يصل الى هناك ينصب نفسه واليا على الجماعه هناك، لا انت جئت هنا لخدمه اميرا للمؤمنين. نعم. او يقوم مقامه انت، واش تكون انت يا رجل؟ نعم. انت مجرد إنسان يعني موظف يعني دبلوماسي. نعم. دبلوماسي، أنت جئت لخدمتك كعنصر جزائري يعني يعيش في الغربة أو ينتمي إلى جالية. نعم. هي في حاليا في الغربة. احنا شوف لابد من وعي سياسي على مستويات يعني الدول، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا. نعم. غير ذلك، ولكن هناك يعني احتلتم لازم خاوتنا لازم شيء من الوعي. احنا ايضا حتى البعثات تاع الائمه اللي رانا نبعثوها لازم تكون فيها شيء من يفوت لا كاليتي، يعني يكونوا عقال يروحوا. كاين ائمه لعلمك ارسلتهم الجزائر، قضوا هناك 4 سنوات، في خلال 4 سنوات كاين منهم اللي دخلوا في تكوين على مستوى بعض الجامعات كالسوربون أو جامعة ليون مثلا، تكوين جيد. نعم. أعطاهم مثلا أولا القدرة على الحديث بشيء. نعم. من السلاسة ومعرفة المجتمع الفرنسي في عمقه. في عمقه. نعم. معرفة المكونة هذه تاع الجالية الإسلامية سواء كانت تونسية جزائرية أو نعم تركيبة. نعم. تركيبة. إيه. ومن بعد انت يعني كي تخلص 4 سنوات طيب انت عد الى البلد ونرسل اناسا اخر ونعاودوا يعني من الصفر. نعم. والله يعني كان هناك يعني في بعض التقارير قلنا يعني هؤلاء الناس الذين يعني وصلوا يعني الى درجه يعني قصوى للعطاء، خلاص سون ديفوني اوبتيموم، خليوهم في هذا المكان، علاش تزيد تبدلو وتبعث واحد اخر انت يعرف غير يقول بونجور بونسوار الاسلام سي بون وما يعرفش يتكلم. استاذ قبل ان نختم لان الوقت قد وصل تقريبا الى نهايته، هو اسال ربما اتساءل هل يبقى هذا الصراع الى الابد؟ كيف يمكن انهاء الصراع؟
أم علينا فقط الاكتفاء بتسيير هذا الصراع والتقليل من خسائره؟ هو شوف، هو حاليا باختصار لأن شوف حاليا يعني في طريقة استعجالية نسير ونقلل من الأضرار قدر الإمكان. نعم كان نعم تقليله، ولكن لابد لنا نحن المسلمين من أن نتحلى بثقافة الاستماع للآخر وبثقافة العمل الجماعي travail collégial. نعم باش نوصلوا الى نتيجه. العبد القليل الضعيف المثل امامكم. انا عندي حتى حصص مثلا في شهر رمضان هذا، امر على المباشر كل يوم في بريفه. نعم عندي عده برامج، عندي الويبينر يعني مع عدد من الجماعات هناك. هناك يعني مشكل يتعلق بثقافتنا كمسلمين خرجوا من بلدانهم الأصلية وذهبوا للعيش في فرنسا. نعم الغرب. المشكل تاع خاوتنا أنهم أخذوا معهم كل الخلفيات، كل الترسبات الفكرية والتاريخية داوها معهم تما في الباجاج. هذا المشكل. وأرسوا الرحال هناك ولات ويريدون أن يفرضوا ثقافتهم وتاريخهم إلى على البلد المضيف. نعم. هادشي هذا لازم يتغير. باش يتغير لازم لابد لنا من أن يعني نعاودوا نحاول نزاوج بين أصالتنا وموروثنا. نعم. وهذا ممكن وتوظيفه جداً. توظيفا ذكيا ومرنا. نعم. بحيث يعني لا يمكن أن ينتج عنه الصدام، ولا نترك الآخرين. نعم. يدخلون في الصدام لأسباب سياسية، فهذا شأنهم. هذا يعني هذا من بين الأمور التي يمكن فعلها في الوقت الراهن. شكرا أستاذ الكريم أستاذ كمال شكات على متشعب جدا. و نشكر لك يعني قبولك هذه الاستضافة وتحليلاتك وذهابك في التاريخ يعني بالاستشراق وغير ذلك. هذا دليل على ثقافتك الغزيرة والواسعة في هذا الميدان. ولو أتيح لنا الوقت لا مضينا أوقات وساعات في الحديث عن الموضوع هذا، الموضوع الشائك والشيق. إلى أن نلقاكم مجددا مشاهدينا الكرام في عدد آخر، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.